عايزين بقى، كنت انت بتكلمي من نروح شويه. نروح بقى لطبعا ملف البطوله ورجع لنا التليفون مره ثانيه سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرمايه، هو معانا دلوقتي على التليفون. سياده اللواء يعني صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور يا فندم وعلى كل الساده المشاهدين والمشاهدين. يعني خلينا نبدا نقول ان دي مش اول بطوله دوليه الاتحاد المصري يعني للرمايه بينفذها، ازاي ممكن ان احنا او اشتغلتوا ازاي لانجاح البطوله؟ احنا دايما بنشوف النتاج الاخير لكن بيبقى فيه وراها كواليس وبيبقى فيها حاجات او قصص احنا حابين برضو ان احنا نكون جزء منها، اتفضل يا فندم. احنا عندنا طبعا استعدادات البطوله دي بتكون يمكن قبلها من 3 إلى 5 شهور استعدادات علشان نستطيع ان احنا نخرج البطوله على احسن مظهر. طبعا التعليمات اللي احنا شغالين عليها حاليا هو كان شغالين عليها طبعا ان احنا ازاي نعد اماكن اقامه البطولات، ازاي نستضيف الوفود في الفنادق، ازاي نعمل لجان المنظمه، ده كله كان بالتعاون مع الوزارات المعنيه سواء وزاره الدفاع الداخليه، وزاره الشباب والرياضه، لجنه الاقدام المصريه، والحمد لله يمكن احنا ده نجاح كبير لينا ان احنا نقدر نعمل حاجه زي دي النهارده. وبالتالي قدرنا نستضيف في النهارده 67 دولة بإجمالي مشاركات 1500 مشاركة، وده عدد كبير جدا في ظل هذه الظروف. لا طبعا وبعدين العدد الكبير ده كمان حضراتكم يعني أحسنتم التعامل معاه يعني في وقت برضه فيه كنا لسه بنتكلم شويه انا ونهواند في حته ان احنا مصر في الفتره الاخيره واكثر من مره ولا سيما هذه المره وهذه البطوله بصفه خاصه اكيد يعني في الوقت اللي العالم كله بيبقى قاعد بيلغي حتى الكثير من الفعاليات والبطولات الرياضيه المختلفه، مصر بتنجح وبتبهر العالم في التنظيم، فاحنا بنتكلم على رقم يشكل يعني عقبه الى حد ما على الصعيد الاداري والفني وحتى اللوجستي، فازاي تعاملتوا مع الملفات دي يا فندم؟ والله الملفات دي كان لينا خبرات سابقه وبدانا ان احنا نحسن من ادائنا في اداء اللجان الفنيه والمتخصصين، ان احنا نوصل ازاي ان احنا نخلي العدد القادم يشارك في هذه البطوله نستطيع ان احنا نتغلب على المشاكل، لان زياده العدد بيزيد من عدد المشاكل اللي كانت ممكن ان تظهر، لكن الحمد لله تغلبنا عليها بان اعداد اللجان المنظمه كانت يمكن ضعف او 3 مرات من اللجان السابقه عشان نستطيع ان نستضيف مثل هذه البطوله وانها تكون باكرة البطولات الكبيره اللي بيستضيفها اتحاد مصر ما وجمهوريه مصر العربيه. طيب سياده اللواء سؤال اخير، حابين برضو نتكلم هنا عن يعني مستوى لاعبتنا مقارنه بالمستوى العالمي، احنا واقفين فين؟ يعني خلينا برضو نعرف من حضرتك الصوره، اتفضل. طبعا احنا لازم نقول وبكل صراحه ان احنا منذ طوكيو 2021 حتى الان لم يتم اشتراك في اي مسابقات، مش عشان اي تقصير من اي جهه من الجهات الحكوميه في مصر لا، لكن المشكله ان الدول الاخرى لم تقوم بعمل مسابقات، فالنهارده دي اول احتكاك للفريق المصري بان هو يشارك في هذه البطوله، بل بالدول معظم دول العالم على اوروبا طبعا، لان اوروبا عندها مسابقات مستمره، ولكن احنا بالنسبه لنا دي اول مسابقه ليتم الاشتراك فيها دوليا. رائع جدا، بس المستوى بتاع اللعيبه بتاعنا يعني نقدر نقول ان هو مقارنه برضو بالمستوى العالمي او الدولي احنا في رانكينج كويس؟ هو ده السؤال. والله احنا هنقول الكلام دوت بعد المسابقه، لانه النهارده احنا بنحقق ارقام والارقام دي مقارنه بارقام العالم نقدر نقول احنا بنكون قريبين من ال10 او ال12 على العالم، لكن بالفعل كويس. ماذا سيحدث؟ ده اللي احنا هنشوفه النهارده في تطبيق في ظل تطبيق قانون الاتحاد الدولي الجديد اللي هو تم تعديله. أيوة. وسيطبق اول مره هذا العام في مسابقه مصر. رائع جدا سياده اللواء، بنشكرك يا فندم، شكرا على هذه المداخله. شكرا ليك. الحقيقه في تطور ملحوظ في رياضه الرمايه في مصر، في رياضات مختلفه والله يا كريم، يعني كنا زمان بنسمع عن رياضه او اثنين مصر متفوقه فيهم ومنهم طبعا السكواش وما زلنا طبعا. ولكن مؤخرا انت اصبح عندك لان اصبح عندك اهتمام من الدوله، فده انصب على المجالات المختلفه. صحيح. على الرياضات المختلفه. صحيح. وعلى الثقافه العامه للمجتمع، خلي بالك عشان تغير ثقافه مجتمع لازم يكون جاي من فوق، لازم يكون جاي من اختلاف القوانين، القوانين هي اللي او السياسات عامه هي اللي بتؤثر بعد كده على العرف، على العادات، على الافكار، على الثقافه، فده حاصل كان في السنوات الماضيه. يعني عارفه الجمله تاكيدا لكلامك، يعني الجمله اللي انت وانت بتقولي ايه لازم يبقى الكلام جاي من فوق، ده فلاش باك على طول لكتير من المرات اللي بنشوف فيها السيد رئيس الجمهوريه الساعه 5 الصبح واحيانا قبل كده وعلى الدراجه الهوائيه هو وبقيه الناس، يا اما بيفتتح حاجه يا اما يعني بيمر على كليه عسكريه ما، يعني فكره ان برضو يكون في قدوه للشعب
فده بيأكد اللي انت بتقوليه، الكلام اللي بيكون جاي من فوق بيؤتي ثماره في اغلب الاحيان. والتوصيات برضو اللي بتتقال، وفكره هنا اهتمامه بالرياضه النسائيه، كل ده بينصب على النتائج في الاخر او في الاول في الاخر زي ما بتقال لمصر، لصالح مصر. فيعني لا، احنا ماشيين اعتقد في طريق كده سليم جدا، واللي جاي ان شاء الله كمان يكون احسن.